القهوة السادة المستديرة زيادة النوستاليجا ثابت القسطى ايكا ساق في كوستاريكا راق الكوبا سيكا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. النهاردة طبعا هنعمل رياكشن على سايفر السعودية. انا قلت ايه، بما ان انا لسه داخل الصين وكده، فعايز اجمع اكبر قدر من المعلومات عن الصين السعودي. فالسايفر هيكون في كذا واحد بيراب، فهو نسمع بالمرة وبالمرة برضو اقول لكم رأيي. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ياريت قبل ما نبدأ بس تعملونا بلايك وسبسكرايب للقناة، وتنزل تعملنا كومنت كده لطيف منك، وياريت تقترح لي تركات تانية عشان ابقى اعمل عليها رياكشن بعد كده. بس فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا على الرياكشن. تمام، نبدأ الرياكشن مع بعض. من كوكب الارض برسل القوافل الكوكب الشرق صار متفجر جاي بسرعه البرق. بعد فتره بس قطوعي معزوف انا القمر المضيء، بس كنت في فتره تفوز دايم هو ده الراب. ايوه كده، اقترحوا لي تراكات كده فيها قوافي وفيها مالتيز وفيها كده، الحاجات دي بتحرك الواحد. انا عن نفسي اكتر حاجه بحبها في طريقه كتابتي هي ان انا بحب اوزن قوافي كتير كده، بحب تبقى حلوه على ودني. شغب طفولة مع رجولة مسؤولة. كمل اسمه ايه الشاب ده؟ فلو كنت حاسس اني مش حاسس بيك لو انا اغانيك يغنيك، لو رابر يسريك عفوا. ماشي. احنا ولدنا في قصور بس هنعيش في قصور. ولدنا في قصور يعني ولدنا في قصور يعني تعبانين وكده، في قصور في الحياة وهنعيش في قصور. حلو. ابوي يعني كان مربي على الطرب الاصيل طلال مداح. اسمهم ايه الشباب دي بس عشان انا اول مرة اسمعهم. مش قد كده بس كل الامور حتى معالم جدا، بس المستقبل شكله مشرق جايب لي تفاؤل اكتل على وجه الشيطان مع غايه تساؤل مزيد. بصراحه مش يعني اللي فات كان احلى، اول واحد كان دخله حلو او كمل حلو. اللي فات مش سيء بس مش احسن حاجه. نسمع ده. كل ما بتزيد فترة رابي تحت عيني بتزيد هالات. كل ما تزيد فترة رابي عيني بتزيد هالات، يعني بايه تشبيه لان هو رابه حلو قوي فهو بيتعب، يعني هو تعبان عليه. بنقيس مهارات والمقدار بالاونص. بنعيد نجاحات ليه محتار من فوزنا. للنيز يباك مختار ولن توصله للبيت محتاج شي بحار مع بوصله. بس عاد وفات انفرد صبح كوز لما يجوك الربح جوز تاخذ من القزح قوز. رغم اني اشول دمت دار ولن توصله. مالتيز دي الحاجات اللي انا بحبها، اقترحوا لي حاجات زي كده يا جدعان اسمعوا. ربح كوس تاخد من الجزح كوس. معلش تاني عجبتني قوي. ربح كوس تاخد من الجزح كوس. لو مني اشول تلقاني all right. جامد اللي فات ده، جامد جدا. لو نوير على الجول في نوير جول كيبر. جامد، حلو التشبيه. من
عدم بساعات بارس في جلد الماركس على البدن ستاند رايمز شراوت في اللاين بدتن هلا بكذا انا في بنا معكوبي على الكنبة غلطك معانا استمنا مغني في الحلبة مديل السفهة هم مرثة مكتوب في الورقة ذا فلو من ملقة للدرجة من لحقة الراب للخام انا خاش السايفر بورد والتاب في العالم بامين رجع رجعلي معلش ما كنتش مركز كان في اشعار جالي بس انا سمعت كده صوت يعني اسمعوا تاني من جابني هاس بفلو من مارس اللحن شرينجن ايز ما تشكر من عدم بساعتي بارس في جلدي المارس على البدن اسلانت الرايمز شراوت في اللاين بدتن هلا بكذا انا في بنا معكوبي على الكنبة غلطك معانا استمنا مجي في الحلبة هم ورثة مكتوب في الورقة ملك قال درجة من علق عرج دايم جامد الصوت بالصوت اتصوت ده واحد جديد تمام رجع رجع لسنة كثافة صحبي I'm blow off والليركس بتتساقط كالمطر على صحفي هي دي قدرات الرابر ان هو يقدر يديك تشبيهات تعجبك انت بتسمعها كده تقول بص هو يقصد كذا عشان كذا كده هو بيقول صحبي والليركس بتتساقط على المطر كصحفي فبالله بلا بلاها بيخش في فلات فلات حلوه جدا والدليفري عنده جميل بس نازل عشان ابقى اجرب فلو ايه تاني تاني معلش لو الصح خلص اجي وحفي وسط ظل ما البيت عشان اقول لك ايش تسوي بس نازل عشان ابقى اجرب فلو مش قوي بصراحه ما نازل عشان البيت عشان ايش تسوي نازل عشان اجرب فلوي هو كمان يعني عملها فورس درايمز هي اسمها فلو فلوي فلوي فلو بالانجليز فلما تقولها بالعربي تقول ايه فلوي او ماي فلو فاهم تسوي فلوي هو لو عنق عاملاه فورس درايمز حتى لو كنت عالم قلت لازم ما حتسوي لو النور الزايد افضل ابني جوي جوبك جوبك ما هو جوي لطخ الدنيا تفشت وانا ابوي يا خوي اسطورتك شلا شو مهوي ما يكفي تقول انا قوي عشان تكون قوي شيت عوافيك ما كنت قاصد تأذيك لا تقول انه يمديك رحلة جعشعت كل الموازين على بالك اني انا بس بلعب برم المرسام ليك افتب وامسح لو تسمح تاني شيت عوافيك ما كنت قاصد تأذيك لا تقول انه يمديك رحلة جعشعت كل الموازين هو هنا اشتغل شغل حلو هنا اشتغل شغل حلو تمام كده خلص السايفر جميل جدا جميل جدا خصوصا اول واحد وتالت واحد على ما اظن اول واحد تالت واحد وقبل الاخير اللي هو بتاع بلوز ايوه اظن بس خلصنا رياكشن والله السين في السعودية حلو انا مكنتش متوقع كده بصراحة كنت متوقع ان يكون في مستوى اقل من كده بس لا السين في السعودية كويس ماشي كويس الاول واحد انا سمعت له تاني واحد اللي هو بتاع كوز تاخد من الجوز حكوز ده عجبني قوي وفي التالت اللي هو بتاع البلوز بس ده كان كل حاجة عندنا النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا ريت قبل ما تنسوا بالله عليك تدعمني سبسكرايب ولايك اهو انا بحلفك بالله وان شاء الله تدعمني ما تنساش بقى ايه بالله عليك تروع على اخوك لايك سبسكرايب كده يعني اعتبروني يا عم من جدة فاهم بس دي كانت كل حاجة عندنا النهاردة ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وسبسكرايب على القناة
وتسيبوا لي كومنت، تكتبوا لي فيه ارائكم وتعليقاتكم، في حاجه فاتتني، في حاجات تشرحوها لي كده. الفيديو 11 دقيقه مش هصور عليكم اكتر من كده. بس ويا ريت برده ما تنسوش تقولوا لي على اغاني اعمل لها رياكت، عشان انا برده ما عنديش خلفيه جنبها، وانا بكتب بس في السيرش كده اي حاجه، يعني مثلا راب سعودي بتاع، فبيظهر لي فبختار مش اكتر لك. بس اشوفكم على خير الفيديو الجاي. Peace.